هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن ندرس خارج المملكة وأخذنا بفتوى أننا نجمع ونقصر في غرفتنا، هل يجوز لنا ذلك يا فضيلة الشيخ حتى رجوعنا إلى بلدنا؟ لا يجوز لكم ذلك، وأنتم لم تصلوا لأن صلاتكم غير صحيحة، والفتوى لا تفيدكم، لأن جمهور أهل العلم وهو القول الصحيح أن المقيم إقامة طويلة تزيد على 4 أيام ينقطع سفره ويلزمه ما يلزم المقيم من الصيام وإتمام الصلاة، وأنتم تقيمون سنين للدراسة، كيف تكونوا مسافرين؟ أنتم تستأجرون بيوت، وربما تتملكون بيوت للإقامة. المسافر هل يستأجر بيت طويل 2 أو 3؟ هل المسافر يشتري بيتا؟ هذه أمور الإقامة ليست أمور السفر، فأنتم أهل غلط في هذا الشيء، ولا تغركم هذه الأقوال وهذه الفتاوى، لأن جمهور أهل العلم والدليل من الكتاب والسنة على عدم الترخص للمقيم إقامة طويلة.